مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أحمد. يقترب كثيرا الحديث عن الرد من قبل حزب الله خلال الساعات القليلة المقبلة، هل من مؤشرات وماذا عن أي تطورات ميدانية يمكن الحديث عنها الآن؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما حتى الآن لا مؤشر على تنفيذ العملية التي توعد بها حزب الله لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة. استسير وتيرة العمليات على الحدود الجنوبية اللبنانية وفقا للمعتاد، وربما معدل العمليات التي نفذت من الجنوب اللبناني حتى الساعة ربما هي أكثر قليلا من المعدل المتوسط المتعارف عليه او المتبع على مدار الايام الماضيه. خلال الساعات القليله الماضيه اعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 8 عمليات من الجنوب اللبناني، من بينها عمليات مكرره اي انها تستهدف نفس الموقع مرتين، على سبيل المثال في موقع المالكيه القريب هنا من الحدود اللبنانيه والمنطقه التي نقف فيها الان. تم استهداف هذا الموقع مرتين، مره صباح اليوم ومره قبل قليل بمسيره صغيره استهدفت هذا الموقع. أيضا موقع رويسات العلم الذي يقع في هذا الاتجاه من الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني تم استهدافه مرتين متتاليتين، مرة بالأسلحة المباشرة ومرة بالأسلحة الصاروخية. أيضا موقع المرج وعدد من المواقع الأخرى، ولكن جميع المواقع التي تم استهدافها اليوم هي مواقع متاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية ولا توجد أي عمليات في العمق مثلما حدث على مدار يوم أمس. في المقابل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة الطيبة، هذه البلدة التي تقع على مسافة قريبة من النقطة التي نقف فيها الآن. هذه البلدة هي مقابلة لمستعمرة المطلة التي تظهر على الشاشة الآن. قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ على سيارة في بلدة الطيبة في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى إصابة شخصين وفقا للمعلومات الأولية، وهناك أنباء عن وفاة الشخصين ولكن لا معلومة أو لا بيان خرج حتى الآن سواء من وزارة الصحة اللبنانية أو من حزب الله يؤكد فيها مقتل الشخصين اللذين كان في السيارة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ في بلدة الطيبة المقابلة أو الموجودة في القطاع الشرقي الذي نقف فيها الآن. بخلاف ذلك الحدود اللبنانية الجنوبية على طولها يسودها الهدوء الحذر. بلدة الخيام التي تقع على يميننا الآن، هذه البلدة التي اعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها على مدار الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي على مدار الأيام العشر الماضية. في أيام كانت هناك أكثر من 4 غارات في يوم واحد لهذه البلدة، بلدة الخيام، ولكنها اليوم لم تتعرض لأي قصف أو لأي غارات جوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، علما بأن النيران كانت تشتعل في هذه البلدة بالأمس جراء القصف الفسفوري الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام، علما بأن هذه البلدة هي من أكبر البلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وهي من أكثر البلدات تعرضا للقصف، ربما أكثر من 2000 غارة جوية وقصف مدفعي إسرائيلي منذ بداية التوترات وحتى الآن. وهي غالبية سكان هذه القرية ربما هم أيضا من النازحين جراء عمليات الاستهداف والقصف المتكرر لهذه البلدة، بلدة الخيام في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. أيضا طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قام اليوم بخرق جدار الصوت أكثر من مرة هنا في بلدات الجنوب اللبناني، وصولا أو من القطاع الشرقي والقطاع الأوسط في النبطية والقطاع الغربي في مدينة صور، ثم انتقل إلى منطقة الزهراني وصيدا وبالتوازي في إقليم الخروب، ومن هذه الأقاليم الجنوبية والمناطق الجنوبية إلى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، مما أحدث أصوات انفجارات كبيرة، هي انفجارات وهمية ولكنها أثارت قلقا كبيرا في الشارع اللبناني رغم تكرار هذه العمليات على مدار الفترة الماضية. كما وصلت أصداء الغارات أو خرق جدار الصوت وصلت أصداءها أيضا إلى جبل لبنان، محافظة نعم جبل أحمد. لبنان، رغم أن هذه المحافظة هي بعيدة نسبيا عن كافة المناطق سواء في الجنوب اللبناني أو العاصمة اللبنانية بيروت. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من الجنوب اللبناني.